بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبنائي طلبة المدارس الثانوية الزراعية، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. إن شاء الله في حلقتنا النهاردة هنتعرف مع بعض على ما هي المواد والمقررات وأهمية دراسة منهج الحاصلات البستانية. تخصص الحاصلات البستانية من ضمن أهم التخصصات اللي بتفيد التلميذ أو الطالب في مجال الحياة العملية، وكمان بيتم استفادة بيها في حياته الخاصة لأنه بيتعلم فيها مجموعة من المهارات الحياتية اللي بتمكنه من كيفية زراعة ورعاية نباتات الحاصلات البستانية، وكمان كيفية الحصول منها على إنتاجية عالية، وإزاي هو يلتحق بسوق العمل كعامل فني في مزارع الحاصلات البستانية باختلاف أنواعها. ليه الطالب في التخصص بتاعنا أو المتعلم في التخصص بتاعنا بيبقى متعلم متميز؟ لأن البيئة بتاعتنا والمجتمع بتاعنا بيعتبر من ضمن المجتمعات اللي بتميل إلى الريفية أو المجتمع الزراعي، وفرص العمل الموجودة في هذا المجال أو لخريج هذا المجال بتكون متوفرة بكمية كبيرة نظرا لسياسة الدولة في التوسع في زراعة الأراضي واستصلاح كمية كبيرة من الأراضي وزراعة كمية كبيرة من الحاصلات البستانية، وكمان المجتمعات العمرانية الجديدة واستخدام مجال اللاندسكيب أو مجال تنسيق الحدائق اللي بيبقى فرع أصيل من فروع الحاصلات البستانية. والخريج عندي في التخصص بتاعي بياخد كمية من المعارف وبيتعلم كمية من المهارات اللي بتأهله إنه يلتحق بسوق العمل، وبيكون الجزء دوت من ضمن أجزاء العائد الاقتصادي اللي بتوفر له عائد مادي، وبتكون بالنسبة له فرصة عمل بعد الحصول وبعد التخرج من القسم عندنا. لو جينا نتكلم على تخصص الحاصلات البستانية، هو جزء بالنسبة للطلبة اللي موجودين معانا على النظام القديم بيبدأ التخصص عندنا من الصف الثاني، والطالب عندنا بيدرس مجموعة من المواد الدراسية في الصف الثاني ومجموعة من المقررات الدراسية في الصف الثالث، وبنهاية الكورسات اللي موجودة في الصف الثاني والصف الثالث، وبنتكلم على المواد الأصيلة ومواد اللي بيكون فيها الجزء الخاص بإنتاج الحاصلات البستانية. زي ما وضحنا إن الطالب عندي هيدرس مجموعة من المعارف وهيتعلم مجموعة من المهارات اللي هتكون سند ليه للحصول على فرصة عمل، وبتكون بالنسبة له مصدر من مصادر الدخل. فلو جينا نبص ايه هي الحاصلات البستانية، هي فرع من فروع علوم النباتات. الفرع دوت بيتميز بان هو بينقسم الى مجموعة من الفروع. لو جينا نبص ايه هي الفروع اللي موجودة في تخصص الحاصلات البستانية اللي الولد عندي او الطالب عندي او المتعلم عندي بيتعلمها، اول حاجة من ضمن الفروع اللي موجودة في تخصص الحاصلات البستانية عندي نوع من الانواع بيسمى نباتات الفاكهة. يعني الولد أو الطالب عندي في التخصص بتاعي بيدرس معايا مجموعة من النباتات زي نباتات الفاكهة. إيه اللي بياخده في نباتات الفاكهة؟ بيتعلم فيها إزاي يزرع النبات، وإيه هي الظروف البيئية المناسبة لعملية الزراعة، وما هي أهم الأصناف اللي موجودة، وكيفية رعاية النبات من الزراعة حتى الحصاد للحصول على أعلى إنتاجية، وكمان بيتعلم ما هي أهم العمليات الفنية التي تؤثر على إنتاج هذا المحصول. يبقى أول نوع من أنواع عندنا هو النباتات الفاكهة. النوع الثاني من الأنواع هو عبارة عن دراسة لمجموعة الأشجار الخشبية. ليه هي الأشجار الخشبية برضو من ضمن الفروع الهامة بنقول عندي؟ لأن ده جزء أساسي، ويمكن الجزء دوت من تخصص الحاصلات البستانية مش منتشر بكمية كبيرة، لأن الأراضي عندنا بتخصص للإنتاج المخصص لإجراء التغذية أو للاستثمار للتصدير للخارج، فجزء بتاع إنتاج الأشجار الخشبية شوية ما هوش منتشر ومش موجود بكمية كبيرة. الجزء الثاني والمهم جدا واللي موجود على نطاق واسع هو مجموعة نباتات الخضر. ونباتات الخضر بتتميز إن هي نباتات بتؤكل يا إما في صورة طازجة أو
بعض بعد طهيها بصوره او باخرى. وبرضه نباتات الخضر نباتات منتشره، والولد عندي بيتعلم مجموعه من المهارات، بيتعلم فيها ما هي العوامل المؤثره على نمو النبات، وبنعرف ما هي المعاملات الزراعيه المثلى، ايه هي الارض المناسبه للزراعه، ايه هي معاملات الري، معاملات التسميد، كيفيه الزراعه، انواع الاراضي اللي بيوجد فيها، بحيث ان انا اوصل لاعلى انتاجيه، كميه التآول اللازمه لزراعه المحصول، كميه المحصول بتاعتي قد ايه، معاملات الحصاد، ايه هي اهم المعاملات التي تجرى على النبات للحصول على انتاج جيد من المحاصيل الخضر. النوع الثاني من الانواع، وده جزء مهم جدا ايضا، هو عباره عن مجموعه نباتات الزينه. إن الطالب عندي بيدرس مجموعة من النباتات وهي تسمى نباتات التزيين، ونباتات التزيين ديت من اسمها هي تستخدم يا إما لتزيين المنازل أو الشركات أو الفنادق أو أي مؤسسة أو أي مبنى من الداخل، أو بتستخدم في التزيين من الخارج. يبقى نباتات الزينة بتستخدم لإما التزيين الخارجي أو التزيين الداخلي. ونباتات الزينة زي ما هنعرف في مجال دراستنا مع بعض، وزي ما احنا هننوه ليها بعد شوية، ممكن النبات ده بيزرع من أجل الأوراق بتاعته اللي شكلها جيد، وأيضا ممكن النبات بيزرع من أجل الأزهار، سواء كانت من أجل رائحتها العطرية أو من أجل أشكالها المميزة. الفرع الخامس والأخير عندي هي مجموعة تسمى مجموعة النباتات الطبية والعطرية، ومن اسمها نبات طبي، يعني بيستخدم للأغراض الطبية، سواء كان بيستخرج من النبات بعض المواد اللي بتستخدم في العلاجات، أو استخراج بعض المواد المستخدمة في تركيب الأدوية، أو إن النبات دوت بيستخدم بصورة شعبية في علاج بعض الأعراض البسيطة اللي بيصاب بيها الإنسان. والجزء الثاني هو مجموعة النباتات العطرية، ودي النباتات بتتميز إن أجزاء النبات المختلفة، ممكن الزهرة، ممكن ساق النبات، ممكن النبات بالكامل، بيتتميز إن موجود فيه مادة عطرية، المادة العطرية دي بتستخدم غالبا في صناعات العطور. يبقى من الشكل اللي قدامنا نبات أو مجموعة نباتات الحصلات البستانية اللي حضرتك هتدرسها معانا، بتشمل 5 فروع: نباتات الفاكهة، نباتات الأشجار الخشبية، نباتات الخضر، نباتات الزينة، ونباتات الطبية والعطرية. ونبدأ مع بعض في تعريف لأول نوع من الأنواع، إيه الفرق بين نبات الحصلات البستانية ونبات محاصيل الحقل. لو جينا نقول احنا عندنا، هنقول مثالين عشان نفرق او نوضح الفرق ما بين النباتين. لو عندي حاجة اسمها الفول الرومي وعندي حاجة اسمها الفول البلدي، النباتين هو نبات واحد بيتزرع في الارض، بس المعاملات اللي بتجرى هنا غير المعاملات اللي بتجرى هنا. عندي نبات زي نبات الذرة، نبات زي نبات الرز، نبات زي نبات القطن، دي نباتات بتتزرع بمساحات كبيرة، المعاملات بتاعتها إلى حد ما ما بيحتاجش معاملات وما بيحتاجش رعاية خاصة. أما نباتات البساتين هي بتتميز بأن المساحات بتاعتها إلى حد ما مساحات محدودة مقارنة بالمساحات المخصصة لزراعة محاصيل الحقل، ودي بتستخدم في تغذية الإنسان بصورة أصيلة زي نبات الأرز ونبات الذرة ونبات القمح، وكمان نبات من ضمن النباتات الاستراتيجية هو نبات القطن ومحصول قصب السكر. أما نباتات البساتين بنلاقي إن عندي فيه مجموعة من الفروق واضحة، ولو جينا نسقط هذه الفروق على النبات هنقدر نعرف إيه الفرق ما بين نبات الحصلات البستانية ونبات المحاصيل. أول حاجة بلاقي عندي إن نباتات الحصلات البستانية تحتاج إلى رعاية خاصة أثناء تجهيز الأرض وإنشاء المزرعة ومعاملات التي تجرى على البذور والمعاملات التي تجرى على الشتلات. يبقى النباتات بتاعتي نباتات حساسة بتحتاج إلى رعاية خاصة أثناء جميع مراحل نمو النبات. الحاجة الثانية والمهمة جدا، عندي مجموعة نباتات الحصلات البستانية بتحتاج إلى معاملات خاصة، سواء من التسميد أو معاملات تسمى معاملات الري، ومعاملات تسمى معاملات التربية والتأليم، ومعاملات تسمى معاملة مكافحة الآفات والأمراض.
الفرق الثالث والاصيل عمليه مكافحه الحشائش ومعاملات ما قبل الجمع وما بعد الجمع. من الملاحظ ان نباتات الحصلات البستانيه بتحتاج لرعايه خاصه في عمليات الجمع وعمليات التداول، نظرا لان هي نباتات بتتميز باحتوائها على نسبه كبيره من الرطوبه، وفي جزء كبير منها بيستخدم او بيستهلك في صوره طازجه، ولا تتحمل عمليات النقل والتداول، فبتحتاج الى رعايه خاصه اثناء عمليات من اول عمليه الجمع حتى تصل الى المستهلك النهائي في منزله. اما نباتات المحاصيل فهي نظرا لان هي دايما بيكون عندها نسبة الرطوبة منخفضة، النبات بيصل إلى مرحلة كبيرة من الجفاف، ممكن تخزينه بسهولة لفترات طويلة، بسهولة عملية النقل، لأن النبات دوت لا يحصل له ما بيحصلوش أو الجزء الاقتصادي فيه ما بيحصلوش تلف ميكانيكي أثناء عمليات النقل، إن البذرة بتاعتي بتكون بذور غالبا بذور جافة. يبقى أنا عندي هنا مجموعة من الفروق الأصيلة ما بين بتفرق لي ما بين نباتات الحصلات البستانية ونباتات محاصيل الحقل. زي ما قلنا إن بتحتاج نباتات الحصلات البستانية إلى رعاية خاصة من الزراعة والشتل حتى مرحلة الحصاد، بتحتاج لمعاملات خاصة من الري والتسميد وعملية التقليم، وبتحتاج إلى مجموعة من المعاملات الخاصة أثناء عمليات النقل والتداول وعمليات الجمع والحصاد. لو جينا نبص تاني عشان نوضح برضو الصورة تبقى واضحة بالنسبة لنا، لما اجي اقسم علم البساتين عندي او الفروع بتاعته المختلفة، بلاقي عندي حاجة اسمها محاصيل الفاكهة، وهنعرف يعني ايه فاكهة وبعض الامثلة ليها، ومحاصيل الخضر، وهنعرف ايه هي محاصيل الخضر والامثلة بتاعتها، وهنعرف ايضا محاصيل النباتات اللبية والعطرية والامثلة بتاعتها، وهنعرف بعض النماذج من محاصيل الزينة ومحاصيل الازهار. لو جينا نبص لاول نوع من انواع النباتات بتاعتي وهو نبات فاكهة. يعني ايه محصول فاكهة؟ محاصيل الفاكهة غالبا هي عبارة عن أشجار أو شجيرات. يعني أنا عشان أميز ما بين فروع البساتين المختلفة أو النباتات المختلفة، نباتات المحاصيل الفاكهة يا إما أشجار يا إما شجيرات، أغلبها نباتات خشبية، يعني معظم المحاصيل بتاعة الفاكهة دي أشجار خشبية، وفي بعض منها بيتميز إن هو عشبي زي نبات الموز. كلها بتعطي ثمار صالحة للأكل مباشرة أو تستخدم في بعض الصناعات. يبقى لو جينا نتكلم على إيه المشترك ما بين محاصيل الفاكهة بصفة عامة، بقول هي عبارة عن مجموعة من الأشجار ومجموعة من الشجيرات، هي معمرة غالبا لأنها بتبقى تقعد في الأرض فترة طويلة، بعض منها أشجار أو نباتات عشبية وأغلبها نباتات خشبية. يبقى نباتات الفاكهة أشجار أو شجيرات، معظمها أشجار خشبية، قليل منها نباتات عشبية زي نبات الموز، وبتتميز بأن كلها بتعطي ثمار، وهذه الثمار صالحة للاستهلاك في صورة طازجة أو بعد دخولها في بعض عمليات التصنيع الغذائي. من ضمن الأمثلة زي ما احنا شايفين عندي صور بتوضح لينا أشجار من أشجار الموالح، ودي الصورة اللي موجودة عندنا على يسار الشاشة، والصورة الثانية بعض النباتات البرتقان المعملة والأشجار القزمية، والصورة الثالثة بتبين لي الشجرة المتساقطة الأوراق في فصل الشتاء، إن هي في فصل الخريف بيكون النبات خالي تماما من الأوراق. يبقى هنا عندي يا إما نبات الفاكهة يا إما شجرة أو شجيرة، بتتميز بإن في بعض منها مستديم الخضرة وبعض منها متساقط الأوراق. الجزء اللي بعد كده لو جينا نبص على تقسيم لمحاصيل الفاكهة ونشوف ايه هي الامثلة بتاعتنا اللي موجودة فيها، بلاقي عندي فيه نوعين من محاصيل الفاكهة بصفة عامة. في نوع احنا بنسميه نباتات او اشجار فاكهة مستديمة الخضرة، ودي اشجار بتتميز بان النبات بيحتوي او تظل النبات محتفظا باوراقه طول السنة. يعني حضرتك وانت نازل او بتبشر عملك في المزرعة هتلاقي ان النبات دايما موجود عليه الاوراق بتاعته، او النبات لا تظهر خالية من الاوراق. يبقى دي النباتات اللي دايما مكتسية بالخضرة عليها الاوراق بتاعتها، احنا بنسميها اشجار مستديمة الخضرة. وهذه الاشجار بتحتفظ باوراقها طول السنة، ومن ضمن انواعها انواع الموالح كلها، سواء كانت البرتقال او اليوسفي او الليمون او الشادوك او النارنج او الجريب فروت، وبعض الانواع العشبية زي الموز،
وعندي مجموعة من نخيل البلح، وكمان عندي زي نبات الباباز ومجموعة من النباتات الأخرى. أما نباتات الفاكهة المتساقطة الأوراق، فبلاقي إن النبات عندي بتدخل النباتات في فترة سكون أو طور سكون في فصل الشتاء، وطور السكون اللي بيدخل النبات في فصل الشتاء بتدخل النبات في مرحلة سكون تام، والبراعم بتاعتي الخضرية بتكون براعم غير نشطة، والنبات بيسقط كل الأوراق اللي موجودة على النبات بصورة كاملة. ودي زي أنواع الفاكهة التفاحية، ولما أقول كلمة فاكهة تفاحية ما هيش معناها التفاح، دي عيلة على بعضها، احنا بنسميها الفاكهة التفاحية، منها التفاح ومنها الكمثرى ومنها السفرجل. وفي عندي نوع أنواع الفاكهة سمى الفاكهة الحسلة والفاكهة صغيرة الحجم ومجموعة تانية من النباتات الفاكهة. طيب المحاصيل المستديمة زي ما احنا قلنا هي الأنواع اللي بتحتفظ بأوراقها طول السنة بما فيها شهور الشتاء، منها الموالح ومنها النباتات العشبية ومنها نخيل البلح ومنها الأنواع الأخرى. من أنواع الأشجار المستديمة الخضرة عندي البرتقال، وعندي اليوسفي، وعندي الليمون البلدي، وعندي الجريب فروت، وعندي الليمون الحلو، وعندي الليمون الأضاليا. دي كلها مجموعة أنواع الموالح، وبتتميز إن هي نباتاتها مستديمة الخضرة وتؤكل كل ثمارها في صورة طازجة. وده كان أول نوع من أنواع محاصيل الفاكهة المستديمة الخضرة اللي هي أنواع الموالح، ودي مجموعة كبيرة جدا وبتنتشر في مصر بكمية كبيرة، ونظرا لأن المناخ عندنا في مصر ملائم لزراعة هذه النوعية من النباتات، تعتبر مصدر رئيسي من مصادر الدخل، لأنها تصدر إلى مناطق دول أوروبا لأن المناخ عندنا مناسب لزراعة هذه النباتات، وخاصة البرتقان أبو سرة ومجموعة البرتقان اليوسفي ومجموعة الليمون، سواء كان الليمون المالح أو الليمون البلدي أو الليمون الأضاليا أو الليمون الحلو. يمكن أنا بنوضح مع بعض مجموعة من المسميات، في بعض منها بيكون غريب على ودنا شوية وإحنا أول مرة نسمعه، وفي بعض منها إحنا بنتعامل معاه بصورة مستديمة، ولكن دي عيلة من ضمن العائلات النباتية بتتميز بكبر حجمها واتساع انتشارها واستخدامها عندي، بيتم استهلاكها في طول السنة، بتتميز باحتوائها بكمية كبيرة من فيتامين سي، والاستخدام بذلك في مكافحة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. عندي المجموعة الثانية اللي هنتكلم عليها مجموعة الفاكهة المستديمة من الأنواع العشبية زي نبات الموز ونبات الباباز ونبات الأناناس. طبعا مجموعة الصور واضحة، نبات الموز هو اللي موجود في يسار حضراتكم على في القمة من فوق، وتحت منه نبات الباباز، والجزء اللي موجود في يمين الشاشة ده نبات يسمى نبات الأناناس. من ضمن النباتات أيضا محاصيل الفاكهة المتساقطة، زي ما احنا وضحنا كلمة متساقط يعني النبات في فصل الشتاء بيسقط كل الأوراق اللي على النبات نظرا لدخول براعم النبات أو دخول النبات في طور راحة، وجميع البراعم اللي موجودة بتحتاج إلى درجة حرارة منخفضة أثناء الشتاء لكسر طور السكون وإعادة مراحل نمو النبات مرة أخرى. وديت بنقسمها على حسب نوع الثمار اللي عندي، منها الفاكهة التفاحية والفاكهة الحسلة وأشجار النقل، وفي بعض منها تتميز بأنها ثمارها ثمار صغيرة الحجم زي العنب. وممكن نبص كده نشوف مع بعض ايه هي انواع الفاكهة التفاحية مع بعض. اول نوع نبات التفاح، بيليه نبات الكمثرى، بيليه شكل لنبات السفرجل. وده انا قصدت ان انا اجيب شكل الثمرة عشان يمكن احنا التفاح والكمثرى بالنسبة لنا واضحين شوية لان احنا بنستخدمهم، اما الثمرة بتاعة نبات السفرجل يمكن قريبة شوية او قليل مننا اللي يعرف شكلها. دي المجموعة من ضمن النباتات اللي تسمى النباتات التفاحية، التفاح والكمثرى والسفرجل. ودول لو جينا نتكلم في التصنيف بتاعها ان شاء الله هنعرف مع بعض ان الثمرة اللي عندي من ضمن انواع الثمار لما نيجي في تقسيمها تسمى الثمار الكاذبة، لان الثمرة اللي احنا بناكلها والجزء اللي احنا بناكله هو عبارة عن التخت المتشحم، وجزء الثمرة الأصيلة بتاع النبات هو الجزء اللي موجود في داخل الثمرة من الداخل، وغالبا لا يتم استهلاكه وبيتم الاستغناء عنه لاحتوائه على كمية من الأرياف وكمية من البذور. من ضمن أشجار الفاكهة المستديمة الخضرة أيضا مجموعة أشجار النقل، ودي منها الجوز والبيكان ونبات البندق.
دول نباتات الثمار بتاعتهم تستهلك في صورة جافة تماما، وبتسمى كلها كده على بعضها تسمى أشجار النقل، زي ما وضحنا منها الجوز ومنها البندق ومنها شجرة البيكان. من ضمن التصنيف الكبير أيضا للنباتات اللي عندي هي نباتات الخضر. يعني إيه كلمة محصول خضر؟ نباتات الخضر بتختلف عن نباتات محاصيل الفاكهة. إحنا قلنا الفاكهة شجرة غالبا أشجار أو شجيرات، بعضها منها نباتات عشبية بتتميز إنها معمرة، يعني بتمكث في الأرض فترة طويلة. أما نباتات الخضر بتتميز إنها على النقيض تماما، هي عبارة عن نباتات عشبية. كل نباتات الخضر عبارة عن نباتات عشبية مهما وصل حجم النبات وارتفاعه، هو عبارة عن نبات عشبي. والنباتات العشبية الخضر منها حاجتين، في منها نباتات بيستمر إنتاجها أو بتستمر من أول زراعة النبات بالبذرة حتى الحصول على البذرة مرة تانية في موسم زراعي واحد، فأنا بسميها نباتات حولية. النوع الثاني، في عندي نباتات احنا بنسميها النباتات ذات الحولين. النباتات الذات حولين دي معناها ايه؟ معناها ان انا بزرع النبات وبيحصل ان النبات دوت بيديني في مرحلة تسويقية حاجة نمو خضري فقط. نقرب الصورة لذهن حضراتكم، احنا بنتسهلك نبات زي نبات الجزر. حد فيكم شاف الجزر اللي احنا بناكله كجزء، او انا باخد منه الجزر بيستهلكه الجزر واللفت والفجل والجرجير والبنجر، دي نباتات من ضمن محاصيل الخضر. لو انا جينا نبص عليها بلاقي ان انا بزرع بذرة النبات بيديني نمو خضري، باخد منه جزر اللي هو سواء كان الجزر او البنجر او اللفت او الجرجير او الفجل. طب لو جينا نبص فين البذرة بتاعت النبات؟ انا زرعت بذرة وما طلع ليش النبات بذرة مرة تانية، زي نبات الأرنبيط ونبات الكروب بنفس الفكرة. بلاقي النبات عندي بيستمر النمو بتاعه في مرحلتين، المرحلة الأولى بيزرع النبات حتى يصل لمرحلة النمو الخضري وبيعطي بالنسبة لي الجزء التسويقي أو جزء التسويقي للنبات سواء كان جذور أو أوراق أو أزهار، وبيتم تسويقها. بعد كده لو أنا حبيت أحصل من النبات ده على البذرة مرة تانية اللي أنا هزرعها، فبيعاد زراعة البذرة مرة تانية في موسم زراعي تاني، فأنا بسمي النبات ده كده نبات إيه؟ نبات ذو حولين. يعني النبات في الحول الأول اداني نمو خضري واداني جزء أنا بيتم استهلاكه وتسويقه، بعد كده بيتم زراعة النبات في الحول التاني للنبات بيبدأ يديني نمو خضري، بتظهر عليه البراعم الزهرية، بعد ما تظهر البراعم الزهرية بيديني أزهار، وبعد كده الأزهار دي بيحصل ليها عملية عقد وعملية حصول على الثمار اللي بتقعد بعد كده وتديني البذرة بتاعتي. نيجي نشوف بعض الأمثلة لمحاصيل الخضر، وإحنا بنقسم محاصيل الخضر. أول نوع من التقسيمات اللي عندي هي محاصيل الخضر البقولية. محاصيل الخضر البقولية من ضمن الأمثلة بتاعتها نبات نبات اللوبيا ونبات الفاصوليا ونبات البسلة، ودول بيعتبروا أشهر ثلاث أنواع من محاصيل الخضر البقولية. وعندي من ضمن محاصيل الخضر أيضا محاصيل الخضر القرعية، ودي برضو عيلة كبيرة جدا من العائلات النباتية اللي تعتبر ضيف على المائدة وبتستخدم في بعض عمليات التصنيع. عندي نبات زي نبات الكنتالوب، وعندي نبات زي نبات البطيخ، وعندي نبات زي نبات الشمام، وعندي نبات زي نبات الخيار. ونبات الخيار من ضمن أشهر النباتات اللي موجودة عندي، وكمان نبات البطيخ ونبات، يبقى نباتات العائلة القرعية من ضمن أهم النباتات فيها نبات الكوسة ونبات الشمام ونبات البطيخ، وبتستخدم بصورة طازجة غالبا، وبعض منها زي نبات القرع العسلي بيستخدم في بعض أنواع التصنيع وبعض صناعات حفظ الأغذية وصناعة المربى، منها الخيار ومنها الكنتالوب ومنها صورة لنبات الكوسة. عندي المجموعة الثانية من ضمن المحاصيل مجموعة الحاصلات الخضر الباذنجانية، ومن اسمها هي مجموعة نباتات أشهرها ونبات المشهور جدا في العيلة دي نبات الطماطم. وليه هو نبات مشهور؟ ويمكن احنا لما نيجي نتعامل معاه في أثناء دراستنا ونتعرف عليه هنلاقي ان نبات الطماطم هيبقى ضيف عندي مرتين.
مره هنتعامل معاه ان في طريقه زراعته في الحقل المكشوف، ومره هنتعامل معاه كاحد اهم النباتات التي تزرع بنظام الزراعه المحميه سواء تحت الانفاق او تحت الصوب. ليه احنا بنقول نبات الطماطم نبات مهم؟ لان هو نبات بيدخل في العديد من الصناعات الغذائيه زي صناعات المربات وصناعات الصلصه وصناعه الكاتشب، ونبات بيتم استهلاكه بصوره كامله او بصوره مستديمه طول العام. وهو لما نيجي نتكلم عليه النبات الى حد ما بيحتاج الى درجات حراره مرتفعه، فهو ما بيلاقوش انخفاض درجات الحراره اللي موجوده في فصل الشتاء. طب انا محتاج النبات استهلكه في فصل الشتاء، فانا هنا بعمل ايه؟ بيبقى عندي مضطر ان انا ازرع النبات بنظام اسمه الزراعه المحميه، يعني انا بوفر للنبات المعاملات البيئيه اللازمه لنمو للحصول على انتاج ثمار جيده من خلال توفير درجات الحراره العاليه اللي بتتم عن طريق زراعه النبات داخل البيوت المحميه او داخل الصوبات او تحت الانفاق. يبقى اول نبات من ضمن نباتات العائله البذنجانيه نبات الطماطم. من ضمن النباتات ايضا نبات الفلفل، ده من ضمن برضو اشهر نباتات العائله البذنجانيه، وبرضو نبات من ضمن النباتات المهمه جدا نبات الباذنجان. يبقى اشهر ثلاث نباتات في محاصيل الخضر بتاعتنا البذنجانيه نبات الطماطم ونبات الفلفل ونبات الباذنجان. واللي احنا وضحناه بالنسبه لنبات الطماطم هنتكلم برضو عليه بالنسبه لنبات الفلفل، لان نبات الفلفل ايضا من ضمن النباتات اللي بتراعى رعايه خاصه وبيتم زراعتها ايضا داخل البيوت المحميه وتحت الانفاق. وهنتكلم في النباتين دول على ازاي ان انا اربي النبات للحصول على اعلى انتاجيه داخل البيوت المحميه. من ضمن نباتات الخضر ايضا مجموعه المحاصيل تسمى المحاصيل الكرنبيه، ومن اسمها ان افضل او اشهر نبات فيها هو ايه؟ محصول الكرنب اللي بيستخدم في الاوراق بتاعته بتستخدم بعد طهيها. وعندي نوع تاني من المحاصيل هو نبات الارنبيط ونبات البروكلي. يبقى عندي فيه مجموعه من المحاصيل تسمى محاصيل الخضر الكرنبيه، ودول تلات انواع، نبات الكرنب ونبات الارنبيط ونبات البروكلي. وعلى فكره نبات البروكلي من ضمن نباتات الخضر اللي بتتميز بقيمتها الغذائيه العاليه جدا، وبيحتوي على كميه كبيره من الاملاح المعدنيه والفيتامينات، وبيعتبر مقاوم للعديد من الامراض، وبينصح خبراء التغذيه باستهلاكه في بعض عن طريق ان هو بيستخدم في عمل مجموعه من انواع تسمى انواع الشوربه. يبقى عندي كرنب وعندي ارنبيط وعندي نبات البروكلي. من ضمن النباتات الخضر ايضا اللي موجوده معايا لو جينا نبص الصوره، عندي نبات زي نبات الخس ونبات السبانخ ونبات الجرجير. يمكن احنا هنا قصدت ان انا اعرض الصوره الاول عشان اقدر اقول التصنيف. النباتات اللي عندي الثلاثه دول نبات الخس ونبات السبانخ ونبات الجرجير، ايه الجزء اللي انا بستخدمه من النبات؟ بلاحظ ان النباتات اللي عندي ديت انا لما بستخدم منها بستخدم منها ايه؟ بستخدم منها البذره، لا ما فيهاش بذره، بستخدم منها الثمار. النباتات اللي عندي ديت ما فيهاش ثمار. طيب ايه الجزء اللي انا بستخدمه منها؟ بلاقي ان النباتات اللي عندي ديت بستخدم منها الاوراق. يبقى عندي نبات الخس ونبات السبانخ ونبات الجرجير بيعتبر من ضمن محاصيل الخضر التي تسمى محاصيل الخضر الورقية. وايضا لما نيجي نتكلم على المحاصيل ديت هلاقي عندي نباتات التلاتة اللي موجودين صورهم قدامنا دول برضو بيعتبروا من ضمن المحاصيل ذات الحولين اللي النبات بزرعه في الموسم الاولاني بيديني نمو خضري وباخد منه الجزء الاقتصادي اللي هو عباره عن الاوراق، وبعد كده بنبات زي نبات الخس ونبات الجرجير بيعاد زراعته مره ثانيه وبيديني استطاله للساق وتخرج عليها الازهار وبيديني النمو الزهري، وبعد كده الازهار بتعقد وتديني المحصول البذري. اما نبات السبانخ للحصول على البذره انا بسيب النبات يستمر حتى يصل الى مرحله الازهار تستطيل الساق، لان الثلاث نباتات اللي موجودين معايا الساق بتاعتهم هي عباره عن ساق قصيره موجوده اسفل قاعده الاوراق، والسيقان دي ما بتستطيلش الا
في الموسم الثاني، سواء بعد إعادة زراعة النبات مرة تانية أو أننا أسيبه في الأرض فترة طويلة. من ضمن مجموعة المحاصيل اللي بعد كده مجموعة محاصيل الخضر الجذرية، يعني نبات أنا بزرعه والجزء الاقتصادي بتاعي هو بيكون عبارة عن الجذور. مجموعة نباتات انت حضرتك وتكون مركز، وانت لان لما بتكلم على نبات جذري يبقى نبات انا محتاج ازرعه في ارض تسمح باكبر معدل لنمو الجذور عشان يديني، هو ده الجزء الاقتصادي اللي انا بحافظ عليه او الجزء الاقتصادي اللي يهمني ان انا معظم ربحيتي عن طريقه. يعني هنا ان انا ما ينفعش كل المحاصيل الجذريه بصفه عامه انا عندي نبات الجزء الاقتصادي بتاعي الجذر، ما ينفعش ان انا ازرعه في اراضي تكون تتميز بان هي اراضي ثقيله، التربه بتاعتي بتكون متماسكه جدا مما يؤدي الى صعوبه انتشار الجذور او صعوبه ان النبات بتاعي ما بياخدش الحيز الكافي بتاعه، فما بيقدرش يحصل على الحيز الكافي للنمو فما بيدينيش محصول عالي. يبقى هنا من ضمن الحاجات اللي انا ارعيها، انا راجل فني وممكن تعرض عليا مشكله في اثناء الشغل، يبقى انا عارف ان النباتات الخضر الجذريه بصفه عامه حطها قاعده عامه ان هي لا تزرع الا في الاراضي الصفراء أو الأراضي الرملية أو الأراضي متوسطة الكثافة أو متوسطة القوام، أما الأراضي الثقيلة لا تصلح مطلقا أو كمية المحصول اللي عندي فيها بتبقى كمية قليلة نظرا لأنها بتعيق مجال نمو الجذور. من ضمن محاصيل الخضر الجذرية نبات البطاطا ونبات البنجر ونبات الجزر. يبقى من ضمن محاصيل البنجر والبطاطا ونبات الفجل ونبات الجزر. المجموعة اللي بعد كده المجموعة المهمة جدا برضو اللي حضراتكم هتتعرضوا ليها بالدراسة، هنتعلم فيها مع بعض حاجة مهمة جدا، ان ربنا خلق لنا مجموعة من النباتات اللي بتستخدم او من ضمن استخداماتها اجزاء النبات سواء كانت اوراق او ازهار او جذور، ربنا خلق فيها مجموعة من المركبات التي تستخدم على نطاق واسع في مجال الطب الشعبي أو تستخدم في شركات الأدوية بتستخدمها في صناعة بعض أنواع الأدوية، فدي نوعية من النباتات أنا بسميها النباتات الطبية. نبات زي نبات العرقسوس، نبات زي نبات الجنزبيل، ده نبات، نبات زي نبات البردقوش، نبات زي نبات العطر، دي نباتات جزء الاقتصادي بتاعها بيطلع نباتات فيها مجموعة من المركبات التي تستخدم في صناعات بعض صناعات الأدوية أو تستخدم في بنسميها صيدليات الطب الشعبي، إن أنا ممكن أجيب النبات دوت وأتعامل معاه عن طريق الغلي والشرب زي نبات العرقسوس وهكذا. وعندي مجموعة تانية من النباتات تسمى النباتات زي ما احنا وضحنا اسمها النباتات العطرية، ومن اسمها نبات عطري يعني أجزاء النبات بتحتوي على مركبات بتتميز بالرائحة المميزة ليها أو الرائحة العطرية المميزة، ودي بتستخدم في صناعة العطور وأيضا تستخدم في صناعة الأدوية. يبقى نباتات الطبية والعطرية زي ما هنشوف كده هي نباتات بيستخرج من أجزائها النباتية، والأجزاء النباتية اللي عندي المختلفة سواء كانت عبارة عن الأوراق أو الأزهار أو الجذور بيستخدم أو استخرج منها مركبات تستخدم في تحضير الأدوية أو الزيوت العطرية أو الطبية. بعد كده عندي المجموعة اللي هنتكلم عليها بعد كده هي عبارة عن من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها مع بعض هي النباتات الطبية، وهنشوف منها نبات الكركديه ونبات البردقوش والنباتات العطرية منها نبات الفل ونبات الورد. من ضمن الحاصلات البستانية أيضا محاصيل الزينة والأزهار. كلمة نبات زينة يبقى أنا هستخدمه في أغراض التزيين، يعني حضرتك هتتعامل مع النبات إن أنا باخد النبات يا إما أنا بعمل عليه تربية بشكل معين عشان أوصل النبات ده إن يكون الشكل الجمالي بتاعي شكل ديكور، أنا بتدخل في عمليات التربية الخاصة بالنبات للحصول على شكل مميز للنبات عن طريق عمليات القص والتشكيل، أو هو النبات بطبيعته ربنا خلقه إن هو بيديني شكل جمالي سواء كان بجمال أو النبات بالكامل كشكل كامل
او بعض شكل الاوراق بتاعتي بتتميز، زي نبات بنت الانصل مثلا بيتميز بان النبات البراعم الورقيه بتاعته بتتميز بالوانها الجميله، او نبات الورقه بتاعته شكلها جميل وجذاب بالوانها المختلفه، ممكن تتدرج من الاخضر الى الاحمر الى الابيض المبرقش، مجموعه كبيره من النباتات المختلفه هنتعرض ليها في مجال او في مجموعه من ابنائنا اللي هتتعامل معانا في تخصص الحاصلات البستانيه. وده كمان من ضمن الحاجات ان حضرتك وشغال بتتعرض لنباتات بتحسسك بنوع من المتعه اثناء التعرف عليها، عشان بتعرف شيء جميل وحاجه انت بتعملها وانت مرتاح فيها، وكمان النبات نفسه بمجرد التعامل معاه بتحس ان هو بيبقى فيه راحة نفسية أثناء رعايته، لأنك أنت بتتعامل مع كائن حي، كل أما بتديله هو بيديك بترعاه، هو بيعود عليك في النهاية بالنفع. الجزء من محاصيل نباتات الزينة بنقول هي نباتات تستخدم في التزيين الداخلي أو الخارجي أو لإنتاج أزهار القطف. نقف هنا حتة صغيرة، كلمة زهرة قطف معناها إيه؟ وإيه الفرق ما بينها وما بين نباتة الأزهار العادية اللي أنا بشوفها واتفرج عليها من بره شكلها كويس. كلمة نباتات أزهار القطف دي مجموعة نباتية، لما بنيجي نتعامل معاها بنعرف إن الأزهار بتاعة النبات بتستمر فترة طويلة على احتفاظها بدرجة نضارتها. يعني الأزهار بتاعتي بتتميز بان هي بتظل فتره كبيره، البتلات بتاعه الزهره بتكون دايما بتحتفظ بالشكل النضر، بيمكن تستمر لحد 15 يوم حضرتك مستفيد بيها بجمالها وبجمال الزهره بتاعتها وبجمال بتلاتها في داخل البيت. وبنتكلم على النباتات اللي الزهره بتاعتها زهور طبيعيه، بتتميز ان دايما الرائحه العطريه بتاعتها موجوده والشكل الجمالي بتاع الزهره عندي موجود. يبقى أزهار القطف ديت نباتات انا لما بقطف الزهره بتاعتي بتكون موجوده عندي فتره طويله. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على تقسيم محاصيل الزينه المختلفه، قلنا منها نباتات تزيين داخلي، يعني انا بستخدمها داخل الحجرات او داخل المبنيات، يعني ما بتكونش معرضه لاشعه الشمس بشكل كامل زي نبات البوتس ونبات الدراسينا وعندي نبات القشطه، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا هندرسها مع بعض ان شاء الله. عندي مجموعه تانية من النباتات هنتعامل معاها نباتات التزيين الخارجي والتشجير، يعني بتكون معرضه او موجوده في الحدائق المداخل والشوارع وتزيين البساتين الخارجية أو المنتزهات زي نبات البونسيانا ونبات الجاكراندا ونباتات نخيل الزينة. وعندي مجموعة زهور القطف زي الورد وزي القرنفل وزي نبات عصفور الجن. لو جينا نتكلم مع بعض إيه هي بقى القيمة الغذائية والطبية للحصلات البستانية بصفة عامة، يعني حضرتك زرعت نبات بساتين، ايه العائد الاقتصادي او ايه المردود الاقتصادي اللي هيجي لك من هذا النبات، او احنا لما نرعاه في النهايه التعامل معه او الجزء الاقتصادي اللي هيعود عليه بالربح هو عباره عن ايه؟ هلاقي اول جزء ان انا باخد من النبات هو عباره عن الثمار بتاعه الفاكهه والخضر، وهذه تستخدم في تغذيه الانسان بصوره مباشره سواء كان تغذيتها بصوره طازجه او بعد دخولها في عمليات التصنيع. يبقى اول مرحله من ضمن المراحل او اول حاجه من ضمن الاهميه او القيمه الغذائيه والطبيه نباتات او ثمار الفاكهه والخضر بتستخدم في تغذيه مين؟ تغذيه الانسان اما بصوره مباشره او بعد دخولها في عمليات التصنيع. الحاجه الثانيه في بعض انواع الثمار عندي بيتم استخراج مجموعة من الزيوت العطرية منها، زي ما احنا وضحنا النباتات العطرية بنستخلص منها بعض الزيوت العطرية. من ضمن الحاجات او من ضمن القيمة الغذائية اللي بتعود عليا من ضمن المحاصيل عندي ان معظم الخضر او كل الخضر البقولية بصفة عامة بتتميز بان هي محتواها من المواد البروتينيه بيكون عالي، فهي تعتبر مصدر احنا بنسميه في دراستنا مصدر رخيص للبروتين، او بنقول هي مصدر للبروتين النباتي.
يبقى النباتات اللي عندي مجموعة كبيرة بتديني كمية كبيرة جدا من المنتجات أنا بستخدمها على نطاق واسع، منها اللي بيستخدم في صورة طازجة بتؤكل الإنسان بيأكلها سواء كان بصورة طازجة أو بعد دخولها في عمليات التصنيع. الحاجة التانية بتستخرج منها بعض أنواع أو بعض منها بيستخرج منه بعض أنواع الزيوت، بعض الأنواع بتكون غنية بالمواد البروتينية وبعض منها بيكون غني بالمواد الدهنية وبعض منها بيكون غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات. يبقى الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ايه هي الأهمية القيمة الغذائية والأهمية الطبية للحصلات البستانية. بعد كده عايزين نشوف لو احنا جينا نتجول شوية كده ونشوف انا هأدرس ايه او ايه المواد اللي انا هدرسها واهميتها. بس قبل ما نوصل للنقطة دي عايزين نعرف ايه هي اهم الصناعات القائمة على نباتات الحصلات البستانية. في عندي صناعة وإنتاج الزيوت العطرية، وعندي صناعة البكتين اللي بيستخرج من قشور النباتات الموالح، وعندي أيضا من ضمن الصناعات صناعة حامض الستريك، وعندي صناعة أيضا مهمة جدا صناعة الحرير وصناعة اللبان المطاط، وعندي صناعة مهمة جدا تسمى صناعة الكومبوست. ونقف شوية كده عند آخر مكون أو آخر صناعة من الصناعات، ودي سبب أنا هتكلم عليها دلوقتي عشان يعني نوضح كلمة كومبوست يعني إيه وأهميته في مجال الزراعة إيه، وحضرتك كعامل فني في مجال الزراعة إيه هو الكومبوست وبتستخدمه في إيه والفايدة بتاعته إيه. إحنا يمكن التوجه اللي موجود في الفترة الأخيرة توجه إلى تقليل استخدام المبيدات المستخدمة في مكافحة الأمراض والأفات، وأيضا التوجه إلى تقليل استخدام الأسمدة بمختلف أنواعها سواء كانت أسمدة نيتروجينية أو فوسفاتية أو أزوتية. والأنواع الأسمدة دي أنا في التوجه في النهاية أنا بقلل استخدامها وبقلل استخدام المبيدات سواء كان مبيدات حشرية أو مبيدات فطرية أو مبيدات لمقاومة الحشائش، لأنها في جزء منها بيكون موجود أبيض ظل موجود داخل النبات، وده عندي بيعمل عندي مشكلة إن النبات لو حصل وتعرض لهذه المكونات بيكون مصدر على المدى الطويل لإصابة الإنسان ببعض الأمراض. فهنا هكون محتاج مكون أنا باخده أو أنا عشان أعمله باخده من مكونات المزرعة، يعني ما عنديش مخلفات، كل مخلفات المزرعة اللي حضرتك شغال فيها أو حضرتك بتشتغل معاها كل مخلفات المزرعة سواء كانت أوراق النباتات أو الأجزاء النباتية الناتجة عن عمليات التأليم أو الأجزاء النباتية لو كان عندك شجرة وصلت لمرحلة كبيرة وبتعمل لها عملية إحلال، أو الجزء بعد نهاية المحصول أخدت الجزء الاقتصادي وعندك الجزء الخاص بالعروش بتاعة النبات ومش هتستفيد بيها. لا، حضرتك هتستفيد بيها وهتسيبها كويس جدا وهتسبب لك عائد اقتصادي وهتنتج مكون في غاية الأهمية بيسمى الكمبوست. باختصار الكمبوست ده مخلفات بيتم معاملتها بطريقة معينة، بتدخل على مكان فرم بيقطعها إلى أجزاء معينة أجزاء صغيرة وبيتعامل معاملة خاصة بيحس إن هي تصل لمرحلة من مراحل التحلل، وبيستخدم الكمبوست دوت كجزء منه كجزء علاج أمراض وآفات، والمكون التاني أو الجزء التاني منه أو الكمبوست أو المكون التاني بيستخدم كبيئة من بيئات الزراعة اللي بتتميز بخفة الوزن وباحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية وبتحتفظ بالمية لفترة طويلة، فهي بتعتبر بيئة زراعية نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأفات. وأيضا أنا عشان أحصل عليها فأنا استخدمت عندي المخلفات بتاعة المزرعة اللي موجودة عندي. يبقى ده بالنسبة لمكون الكمبوست. طيب لو جينا نشوف مع بعض إيه هي أهم المواد اللي هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله مع حضراتكم على مجال دراستنا كشو يعني كجزء تعريفي بالمواد الدراسية اللي حضرتك لو شرفتنا في قسم الحصلات البستانية
هتستفيد بيها ان شاء الله، زي ما احنا وضحنا في بداية كلامنا هنستفيد بيها في حياتنا العملية، وهيستفيد بيها في حياتنا الشخصية، لان هي بتفيدني على المدى الواسع. زي ما قلنا لما بتكون معانا في قسم البساتين بتتعلم مجموعة من المعارف، بتعرف مجموعة من الحاجات، وبتتعلم مجموعة من المهارات اللي بتمكنك من اول حاجة ان انت ازاي تنتج غذاء صحي سليم، ازاي تحكم على الغذاء اللي حضرتك بتاكله او الثمار اللي حضرتك بتاكلها ان دي ثمار سليمة ولا غير سليمة. فانت هنا بتحافظ على صحتك وصحة اسرتك وصحة الناس اللي انت بتشرف على المحصول اللي موجود عندك بالنسبة لهم. فانت بترعى النبات بصورة معينة بحيث ان النبات ده يكون في النهاية نبات امن بيصل الى المستهلك بصورة جيدة. بالنسبة للمقررات الدراسية اللي هندرسها مع بعض ان شاء الله لما نيجي نتكلم في مجال الحصلات البستانية في الصف الثاني، عندي ثلاث مقررات مهمين جدا، نبات جزء منهم اسمه الزراعة الحيوية، ومن اسمها كلمة زراعة حيوية. لو جينا نتكلم عليها بشيء من التوضيح شوية، كلمة حيوي معناها حياة، يعني أنا بزرع النبات في جزء من التربة في بيئة معينة بدون استخدام الأمراض وبدون تعرض أو استخدام المبيدات والآفات. زراعة حيوية في بعض الأحيان الناس بتسميها الزراعة العضوية، يعني يحلو ذكرها أو بعض تسميتها تسمى الزراعة العضوية، وبعض الناس بتسميها الزراعة البيولوجية. يبقى حيوي أو عضوي أو بيولوجي، في النهاية أنا بأنتج نبات لا يتعرض طول فترة نموه من الزراعة حتى الحصاد لا إلى أسمدة ولا إلى مبيدات كيماوية، يعني لا بستخدم أسمدة كيماوية ولا بستخدم مبيدات كيماوية، لا سواء كانت المبيدات دي بستخدمها لمكافحة الأمراض ولا مكافحة الآفات ولا مكافحة حشائش. طيب النبات اللي عندي اللي انا هزرعه بالصورة دي في النهاية، هل سيكون هذا النبات الجزء الاقتصادي اللي انا بستخدمه، وخاصة لو كانت النبات ده بيتم استهلاكه بصورة طازجة او الجزء الاقتصادي بتاعه بيتم استهلاكه بصورة طازجة، وخاصة لو كان نبات خضر ورقي، هل الجزء دوت او النبات دوت بيكون آمن للإنسان وبيتم استخدامه بصورة آمنة وبيسبب أو ولا يسبب مشاكل صحية؟ فعلا النباتات أو التوجه اللي موجود حاليا إن عندي مجموعة من الزراعات تسمى الزراعات العضوية، هنعرف مع بعض فيها يعني إيه زراعة عضوية وإزاي إن أنا أعملها وإيه هي المعاملات اللي بعملها عشان تبقى عندي زراعة عضوية، وإيه هي التشريعات اللي الدولة عملتها عشان تدي حضرتك كراجل منتج إزاي تدي لك رخصة إن المنتج بتاعك ده منتج عضوي. الموضوع ما هوش بسيط وما هوش سهل، دي ليها مجموعة من الاشتراطات عشان حضرتك تبقى الرخصة أو المزرعة اللي حضرتك بتشتغل فيها مزرعة عضوية، لها مجموعة من الاشتراطات إن هي لها فترة زمنية معينة ما بتستخدمش فيها مركبات كيميائية بصفة عامة سواء كانت مبيدات أو أمراض أو آفات. الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه اسمه الزراعة المحمية. يمكن احنا وضحنا مع بعض يعني ايه كلمة زراعة محمية في أثناء كلامنا على استهلاك بعض النباتات التي تستخدم بصورة عامة في على طول السنة. كلمة زراعة محمية من اسمها معناها ان انا بأحمي النبات من العوامل البيئية الغير ملائمة. كل نبات ربنا خلقه بيحتاج لدرجات حرارة معينة، بيحتاج إلى كمية إضاءة معينة، بيحتاج إلى نسبة رطوبة معينة. النسب دي كلما وفرتها للنبات بشكل جيد، يعني أنا وفرت له درجة الحرارة، وفرت له الرطوبة المناسبة، وفرت له نسبة الإضاءة، بنحصل من النبات على أعلى عائد اقتصادي. يبقى هنا
الزراعه المحميه دي هتبقى معانا ضيف في مواد المقررات بتاعه الصف الثاني، وهتبقى ضيف عندي في مقررات الصف الثالث. يمكن الجزء اللي بتاع الصف الثاني هيبقى فيه جزء تمهيدي، هنعرف يعني ايه كلمه زراعه محميه، وازاي ان انا احمي النبات، وايه هي طرق الحمايه المختلفه، وايه هي المنشآت اللي انا بعملها عشان يتم حمايه النبات، سواء كان عن طريق الانفاق المتوسطه او الانفاق العاليه، ايه هي الصوبات او الصوب الزراعيه بمختلف انواعها، ازاي انشئها وازاي اصينها، وايه هي اهميه كل نوع من الانواع، وايه هي اهم انواع النباتات التي تجرى داخل هذه الصوبات، ازاي اتحكم في الصوب دي في درجات الحراره، وازاي اتحكم فيها في المعاملات اللي موجوده داخل الصوبه، وازاي ان انا اجهز ارض الصوبه نفسها لعمليه الزراعه، وهي اهم المعاملات التي تجرى داخل ارض الصوبه، جزء دراسته فيها شيء من المتعه، بنتعلم فيها شيء حياتي نستفيد بيه في حياتنا العمليه زي ما وضحنا وحياتنا الشخصيه. الجزء الثالث اللي هيبقى معانا هنتكلم فيه على خدمه الحاصلات البستانيه. ولما نتكلم على عمليات الخدمه للحاصلات البستانيه يبقى هنا هتكلم على الثلاث فروع الاصيله للحاصلات البستانيه. هيبقى عندي خدمة حاصلات خضر، وعندي خدمة حاصلات فاكهة، وعندي خدمة حاصلات زينة. أما بالنسبة لمقررات الصف الثالث هناخد فيها النباتات الطبية والعطرية، هنعرف فيها مجموعة كبيرة من النباتات بنزرعها ازاي وبنستفيد منها ازاي، كان سواء نبات طبي وعطري. هيبقى عندي زراعة محمية، وهيبقى عندي خدمة الحاصلات زي ما وضحنا فيها خضر وفاكهة وزينة. يمكن احنا في الجزء اللي وضحناه مع بعض تجولنا بشيء من السرعة في ايه هو البساتين وعلم البساتين، وحضرتك كراجل فني في مجال الحاصلات البستانيه ايه الحاجات اللي هتدرسها وهتستفيد منها ازاي في حياتك العمليه وحياتك الشخصيه. وان شاء الله في حلقات مقبله هنتكلم مع بعض بشيء برضه من التفصيل على ما هو النباتات الحاصلات البستانيه، وحضرتك كراجل فني في مجال انتاج الحاصلات البستانيه هتتعامل معاها ازاي. وقتنا انتهى، وان شاء الله منتظرين نتقابل مع حضراتكم في مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.